اوليك سعيد يكسر المقاعد ديكسون سكور اكس. رجعكم مقطع جديد من اوفر واتش. طبعا هذا المقطع المفروض ينزل لكم في 2 رمضان ان شاء الله، اذا قدرت واذا فضيت ان شاء الله في 2 رمضان ان شاء الله. اتوقع خلاص يعني ان شاء الله يعني تقريبا 99% مضمون انه ينزل في رمضان ان شاء الله 2 رمضان. راح رمضان اللي هو انزل لكم اليوم، اليوم انا قاعد اسجل، بنزل المقطع برايفت وانزله بكره، عارفين كذا بقعد اجهز مقاطع وايش انزل كل يوم، عرفت؟ عشان كذا عشان مضغوط مثلا يوم ما اقدر انزل خلاص، مو خلاص ما ينزل برضه مقطع في القناه. فزي زي هذا المقطع انزل لكم يوم ال بسم الله يوم السبت، وانا ايش مصور يوم السبت لكن في الصبح، عارفين يعني تعتبر زي كذا. وخلي يديكم مثل ثاني يعني صور مقطع يوم الاحد انزل يوم الاثنين زي كذا، والمقطع صورته يوم السبت بينزل يوم الاحد، لكن اليوم بس عشان صورتنا في الصبح وزي كذا عشان اليوم ما نزلنا مقطع وشغله يعني. فالمقطع اللي نزل يوم السبت هو المفروض كان ينزل الجمعه، لكن يعني تعقدات. المهم خلينا نتكلم عن الايفنت. طبعا الايفنت السكنات اللي اضافوها سكن ديفا، ماذا سكن؟ والله انا اقول مو مره الالي حقها خايس، ما عجبني مره. وطبعا لكل الشخصيات في ايموت رقصه، لكل الشخصيات يعني انا قلت ساعتين عشان ساعه بس ما لوسكن الا لوسكن، معليش لوسكن هذا وريبر مال لوسكن، راينارت مال رود هوك مال سولجر له اخيرا، لكن مو ذاك الشيء خايس السكن. انا اقول عن نفسي ايش هذا الصلع يا شيخ، السكن خايس، لكن السلاح صراحه محترم. وعندكم سيمترا سكنها حلو، احلى سكن نزل لها الحين ماذا. وتربن لا ما في، تريسر طبعا اكيد لازم في كل هذا. السلاح حقها مرة خطير، شكله مرة خطير السلاح. ودولا طبعا ونسل لا زاريا، ايوه زاريا نزل هذا مو مرة حلو شكله خارجي، لكن برضو السلاح نفس الشي حلو. زنياتا ما في، فرح فيه، فرح عندكم هذا سكن البدوي، ما ادري كيف بدو في مصر لا تسألوني، لكن ايوه زي حق جنجي، لكن مع انه ما في، لكن مشي الحال. نزل سكن ميس صراحة المفروض ما ينزله، سكن هو الشكل الخارجي حلو تقريبا مو من كل الجهات، لكن السلاح كلام، الشكل الخارجي مو ذاك الشيء، عارفين؟ مكري لا لوسي نزل سكن مرة بطل، مرة بطل السكن، شوف مرة ضابط على الستايل، شوف كيف حق السلاح والله كلام. وجنكرات لا هانزو زلو سكن يا واد مو بس خرافي. طبعا انا اعرف انا اخر واحد قاعد يتكلم عن سكنات، لكن ايش الحال يعني، اهم شيء قاعدين نراجع في اللعبة يعني. عندكم جنجي نزلو سكن باور رينجرز، كل الناس سموا باور رينجرز، انا اول ما شفته قلت باور رينجرز، كل واحد اول ما شافه قال باور رينجرز. شوف هو المفروض يسوي فكرة انه سكن اوكي في له الوان كذا فاتح كذا، لكن ما لقيتوا اللي ذي الاشكال بالله، ايش هذا المثلث الماسونية المقلوب اللي في جبهته بالله، والله يعني كلام فاضي اقسم بالله، مرة بايخ السكن، لك الشركن والله كلام، الشركن كلام. لكن الصراحة التصميم يعني زي هذا اللي هو الاشكال هذا اللي عليه مرة بايخة يعني، ايش مرة ابو كلب. بس هذه السكنات يعني، والاشياء المهمة ما في برول الا هذا توتال ميهم، يكون هذا الشخصية أكثر والتحمية أقل، وقت التحمية للأشياء الأبيليتي زي ما تشوفوا 200% هيلث يعني دبل الهيلث، وكمان أسرع ب 50% في إنك تجيب الألتيميت، وزيادة 75% إنك كول داون، أو قصدي زيادة 25% 25 هي 50 تصير 75. وهذه المابات أتوقع مابات معينة بس، بس هذا هو يعني. وزودوا ما بين زيادة في ما بين ثلاثة صح؟ صاروا ثلاثة ولا زودوا ثلاثة؟ بس خليني أذكر المصري وحق درادو بس، إيه المصري وحق درادو
وعندنا لا وفورست، فورست صحيح زاد 3 مابات في الأرينا اللي هي بس 3 في 3 1 في 1، صار في 4 مابات غير الماب الثلجي، 3 مابات غير الماب الثلجي، مع الماب الثلجي تصير 4، ماب في مصر وماب خليني أوريكم، هي ماب في مصر وماب في دورادو وماب في ايكل وايلد ارينا. ارينا ما في ارينا، لازم احط ال بريزت. طيب اي في عندكم نحط بلاك فورست. هذا بلاك فورست. طيب يعني اوريكم شكل الخارجي للماب بس. عندكم كاستيلو اللي في دورادو، هذا هو في ساحة كذا كبيرة في النص، وعندكم وين هذاك اللي نكرب اللي هذا هو هذا المصري. وفي شيء صار غبي صح، انا بالنسبة لي اقول شيء غبي اللي هو في الون في ون وفي الثري في الثري كمان تغيرت انظمتهم. كيف تغيرت انا اقول لكم، الحين في الون في زون صار ما يقول ما يحط لك شخصية عشوائية وانت اثنين نفس الشخصية، لا الحين ايش يعطوكم 3 خيارات من الشخصيات، انتوا اثنين تجيكم نفس الخيارات، لكن ممكن والله واحد يحط جنجي وواحد يحط سولجر، سولجر ضد جنجي، عارفين كيف؟ هذا صراحة نظام خرا، هذا من ناحية الون في زون. من ناحية الثري في ثري كيف النظام؟ مثلا احنا اخترنا 3 شخصيات، مثلا نقول رود هوج سولجر وميرسي، طيب اذا فزنا في الراوند اللي اخذنا فيه سولجر رود هوج وميرسي، الراوند اللي بعد ما عاد يمدي، كل الباقي الجيم كله في 3 في 3 ما هتقدر تستعمل هذول 3 شخصيات، لازم تغير 3 شخصيات ثانية ما عاد يمديك تستعمل، لكن اذا لعبتوا بوم وخسرتوا ترجع تقدر تحطهم مرة ثانية نفسهم. حق 3 في 3 تقول ها مو ذاك اللي مرة خايس، لكن حق الون في زون مرة مرة كريهة الصراحة النظام، يعني مرة نكبة صراحة يطفش. وبس كمان الكومبتيف باقي لي يوم واحد، وعبال اليوم اللي هيكون نزل لكم في المقطع هيكون قد وخلص، فمبروك عليكم السيزون 5 وسرب بشكل اصلا من امس اللي هو من يوم الجمعة سربه، او من يوم الخميس حتى شفته. طبعا هذه الاشياء اللي هتحصلوها الكومبتيف، مبروك على كل واحد اللي اذا بيذهب، يعني انا خلاص قريب بذهب، انا عشان بلاتينيوم بيدوني 800، وانا معايا كم معايا 1900، يعني تقريبا نقول تقريبا هذا بوصل لين 2000، ف 800 تصير 1800، يبقى لي 20 جيم ما اوصل له، 20 جيم افوز و20 جيم العب، 20 جيم افوز واجيب الجولد. طبعا انا ما اعرفش اذهب، مستحيل اذهب جنجي لاني انا الجنجي مو المين حقي، احتمال اذهب مكري، احتمال كبير جدا اذهب مكري، مو احتمال عادي، احتمال كبير مرة اذهب مكري، بالذات مع ذا سكين كلام صح بس مو كامل، ف يعني عادي حتى لو ذهب مكري وطلع خايس بغير سكن ثاني، عندي سكن هذا شوف خليني اشوف عليه الجولد، والله كلام الجولد عليه، لكن ان شاء الله يطلع على هذا السكن، هنا مو مبين مرة اذا مرة حلو، لكن الصراحة مو شايفه مرة حلو من هنا، ف يعني المهم بنشوف بعدين. فبس يعني هذهب هذهب مكري ان شاء الله، ان شاء الله اذا جبت الفلوس بذهب مكري على طول، ما بذهب سولجر ولا جنجي ولا شيء، انا بذهب المين حقي، وانا برضو احب ماي ومرة احبه، لكن المهم مرة حلو الجولد عليه، فمو هو ذاك الشخصية اللي مرة خلاص صرت احبها مرة، فايوه مكري ان شاء الله. فنشوفكم في مقاطع جاية ان شاء الله، هنزل زي ما قلت لكم في المقطع اللي فات اللي كيف تنظيم، كل يوم هينزل مقطع ان شاء الله، الا اذا صار ظرف مشكلة شيء يوم ما قدرت اسجل، فان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هنزل لكم مقطع كل يوم في رمضان، بعدها ممكن نظبط وضعنا في العيد برضو، اول كم يوم في العيد برضو احتمال ما اجيب العيد شوية عشان يوم في العيد يجيب العيد، يعني يجيب العيد في القناة شوية انه ما هيكون في تفاعل كثير،
فان شاء الله ان شاء الله تزبط الامور كلها في القناة، كل شيء. لما اشتري بي سي هيصير في تصميمات للقناة والاشكال. الحين البانر مرة ابو كلب حق ماينكرافت حطه من اول ما سويت القناة، فمرة مرة ان شاء الله بتتغير اشياء كثيرة كثيرة. ونشوفكم على خير ان شاء الله في مقاطع جاية. لا تنسونا من دعمكم، ونشوفكم على خير.